السلام عليكم، معكم طارق عباس من قناة ايجيبت وايلد المهتمة بالحياة البرية في مصر. فلوج النهاردة من سينا، سينا الأرض الحبيبة، سينا المصرية، من جبل موسى. صعود جبل موسى رحلة شاقة جدا بس ممتعة جدا، رؤية شروق الشمس من أعلى جبل موسى، جبال سانت كاترين، حاجة تحفة، حاجة تستحق ان انت فعلا تتعب علشان توصل لها. بتمشي كتير جدا، الجو برد جدا جدا جدا، بس بصراحة موضوع يستاهل ان انت تتعب علشانه. بداية الصعود قبل دير سانت كاترين بحوالي كيلو، هنبتدي ان احنا نمشي المشوار ده للوصول لدير سانت كاترين، وبعد كده نبتدي ان احنا نطلع في وسط الجبل. رحلة الصعود لجبل موسى، الجو برد جدا واحنا لسه تحت، ربنا يستر بقى لما نطلع فوق ان شاء الله. بعد 3 ساعات الا ربع من الصعود كان ليا شرف رفع اذان الفجر. حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. مشيت من أول ما نزلنا المزار حوالي كيلو للوصول لدير سانت كاترين، وبعد كده صعودا للجبل حوالي 5 كيلومتر علشان نستمتع بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، منظر شروق الشمس من وراء جبال سانت كاترين من أعلى جبل موسى. وصلت للكيلو 5 من الصعود للجبل وصورت وقتها شروق الشمس، وكان لسه فيه 2 كيلو صعود و750 سلمة للوصول إلى القمة، بس طبعا ملحقتش إن أنا أوصل لهم علشان متحرك الساعة 2 صباحا والوقت ما كفاش إن أنا أطلع. المنظر على الطبيعة حاجة تانية، سبحان الله العظيم. تتعب جدا علشان توصل للمكان ده، تشوف المنظر ده على الطبيعة، بس فعلا هو يستحق العناء. تطلع الرحلة دي أو تطلع الجبل عامة بمرشد بدوي سيناوي من المكان، بيبقى عنده دراية بتفاصيل المكان، بيبقى عنده الطرق اللي تقدر توصلك بأمان من غير ما يحصل لك أي مشاكل. وكان لينا لقاء مع راشد المرشد البدوي، معايا الأستاذ راشد المرشد بتاعنا، المرشد البدوي هنا في جبل موسى. تكلمنا شوية عن المكان اللي احنا واقفين فيه. والله هنا عندك جبل موسى، احنا حوالي طلعنا من الدير 5 كيلو بالضبط، وقفنا عند كافتيرية الحق صالح هنا، وفي عندك برضه هنا لسه ما كملتش الغمة اللي فوق دي، هنا كده ممكن ايوه اللي عندها الكنيسة دي بص فاضل عليها 2 كيلو، وفاضل 750 سلمة قبل ما نوصل الغمة فوق. المشكلة ان احنا طلعنا متأخر وانتوا جايين تقريبا الساعة 2 أو 3. تمام. وعلشان كده احنا ما لحقناش الغمة فوق، بقى استقرينا هنا عشان نشوف الشروق. تمام.
من هنا ما اصلا ما ينفعش نكمل فوق، علشان لو كملنا فوق قبلها تقطع علينا مش هنعرف نشوف الشروق. تمام. وعندك الشروق هنا اهو. تمام. ده هذا المكان اللي طلع فيه سيدنا موسى. تمام. قال عليه وعندك جبل التجلي. جبل التجلي اللي هو اللي هناك ده. جبل التجلي. ده جبل التجلي. اللي بيقول لك عندك فيه ده بيقول له ربنا عايز يشوفه، قال لو الجبل استقر مكانه. تمام. يبقى الجبل اول ما شاف نور ربنا طالع جبل دك في الارض ده. تمام. وفي عندك برضو الناحيه الثانيه كده. تمام. اعلى جبل في مصر اسمه جبل سانت كاترين. تمام. ده اعلى جبل في مصر. وفي عندك ان شاء الله ما ننزل تاني، في عندك بير سيدنا موسى. تمام. وفي عندك كنيسة وفي عندك شجرة معلقة. تمام. شجرة وبعدها في ممكن في الجبل كده رسمة بقرة. تمام. دي موجودة تحت ان شاء الله هنشوفها ونشوف الشجرة المباركة اللي حاولوا يطلعوها في العالم ما عرفش يطلع غير في المكان المقدس ده. تمام. ده في كاترين هنشوفه ان شاء الله ده. تمام. واحنا بندي كل مصري يشوف الجبل والشروق. بص الدنيا هي حلوة وما فيش اي مشاكل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. صدق الله العظيم. متعة التنزه بين صخور الجبل وصعود القمم الصغيرة بين الجبل حاجة جميلة جدا، لازم كل يجربها، ممتعة. ومن أمام جبل التجلي الذي تجلى عليه الله عز وجل نقول: هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. متع مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته. قولوا صلى الله عليه. من الحاجات الغير متوقعة بقى ان النزول مش سهل زي ما الواحد كان متوقع، لان انت نازل على، انت طبعا تعبت في الطلوع وبدأت ان انت تنزل الوقت المنحدر جامد منحدر، فاللي نازل حتى ياخد باله لان ممكن رجليه تفلت تنزل من على ارتفاع. بتفتكر ان انت دلوقتي ممكن تنزل في 5 دقايق من على الجبل؟ لا، انت لسه قدامك ساعات علشان تنزل. تشوف الطريق ماشي ازاي. كل ده في ناس هناك مش عارف مبينين ولا لا، حاجة بعيدة جدا، ناس تحت يعني احنا شايفين صغيرين جدا. دول عشان نوصلهم محتاجين مثلا مش اقل من نص ساعة ولا حاجة. صعود جبل موسى والمرور بالوادي المقدس حاجة جميلة جدا استمتعت بيها، واتمنى كلكم تستمتعوا بيها لانها من الحاجات اللي ممكن تسيب ذكرى حلوة في حياتك. اتمنى دعمكم بالاشتراك في قناتي، قناة ايجيبت وايلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.